معلمين خمس سنين جيمنج اكس واي. النهارده هنلعب لعبة يوتيوبر لعبة بلوجر جوفر. وقت الشباب هنلعبها بقالنا فترة والله العظيم. معلش يا شباب مساحة الموبايل بحاجات كتيرة يعني كده، فلو حاسين صوتي يعني مش اللي هو يعني، بس انا يعني كنت تعبان كده فترة كده، فمعلش يا شباب لو طولت خالص سحبة طويلة معلش. هو اخر فيديو نزلته انتوا الجديدة، هوريكم ان شاء الله هوريكم النهاية والبداية تشوفوها دي. هتشوفوها هحطها في المونتاج، فخلينا فالفيديو مش هيطول بس عشان كده يعني. فيلا نبدأ فيديو. نبدأ بإيه؟ نبدأ بالموبايل. ما نقدر ناخد بليون. أنا نقدر نتفرج على الفيديو؟ تعالوا نتفرج. يتبان الغرسة؟ ما نقدرش. فيديو. آه أنا بولع. المشاهدين فرحانين. الوقت ما انتجوا يلا طبعا شباب في الفيديو متنسوا لايك والاشتراك بالقناة، واتمنى لكم مشاهدة ممتعة. مع السلامة. هاي بنطلون وات ات. نرجع لكم اهو. مش فاهم ايه يا شباب ده الموضوع يعني. شباب نو انت واحد. انا عايز اشوف انا المركز الكام، عايز اشوف والنبي وريني. والنبي ليه مش مسكر النت ازاي؟ يبقى لا يبقى في مشكلة في النت عندي. يلا نخش، عايزين نصور في كل شوية يجي اعلان يعني في اعلان كل شوية بنقطع. معلش بلاش عشان يعني كل شوية نقطع فيديو، ما ينفعش كده. مين يا بيران؟ مش فاضي انا صديقك، اوعى كده. ها طبعا يا شباب انا صور ببرنامج جديد، وهو برنامج هقلكم عن مميزاته. استنى رجع. طبعا يا شباب انا طبعا بصور الفيديو، انا طبعا قافل الموبايل، فالميزه ان انا وانا قافل الموبايل الحمد لله بقى على اللعبه. يلا هذه الميزة يعني أحلى ميزة عجبتني بصراحة، عشان لو الموبايل اتقفل أكمل مش الفيديو يقفل على طول. صور موفي يعني كده. ايه ده البتاعة دي بتساعدني؟ الصباع الجولد ده، صباع جولد. الله عليك عامل شغل، عامل احلى شغل. شباب النهارده هنلعب لعبة ماين كرافت مع سيف وآسر وكل الناس اللي في العالم. صوت عامل زي العيش بالظبط. ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناة عشان ننزل لكم فيديوهات اكتر واكتر. بس اه يعني انا بحب تعليقاتكم، واكتبوا لي تعليقات حلوة يعني. اكتبوا لي عايزين العاب ايه يعني. في ناس بتكتب لي بالانجليزي، وفي عادي كتب لي في نيو انترينيس جيمينج اكس واي كان مكتوب فوقيه تعليق مميز.
شكرا شكرا لكتبه وعجبه، وبيقول استمر على كل حاجة انت بتعملها، وشكرا وشكرا يعني ليه، شكرا لكل واحد بيكتب تعليق، ويا ريت الناس تكتب لي تعليق اكتر وتقول لي العب العب ايه، بس يعني هبقى العبها بعد كده، هو مش بعد كده بس هبقى العبها معاها ان شاء الله. معايا باليوم طبعا اللعبة كنت بلعبها يا شباب، يعني بلعبها مش يعني بلعبها على طول، بحب ألعبها وأكتر لعبة بحب ألعبها. إن شاء الله ننزل ماين كرافت، أصل بقالي فترة ما بنزلش عن سلسلة من زمان خالص، اللي هي برو كرافت فاكرينها، بس نقلنا في مكان جديد وكده يعني. فلو عايزين أبقى أشوف الفيديو. لكم يا شباب، شباب انا قصدي يعني ابقوا شو لما انزل فيديو ابقوا شوفوه ان شاء الله يعجبكم، هصوره مع سيف مع آسر وكده ان شاء الله. اشوف خلينا يلا مستمرين، قربنا طبعا يا شباب، يعني مش عايزه اطول الفيديو. واو جوهره، لا خلاص طبعا شباب مش عايزه اطول الفيديو عشان كل شويه ما بعرفش انزله وبيحصل مشكله، فمش هطوله يعني قوي. يلا عايزين نخلص نرجع لكم يا شباب. ايه ده، معانا 6 مجوهرات، جبتهم ازاي؟ يلا خلصنا الفيديو على طول. طبعا يا شباب انا في لحد هنا، فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وتشتركوا في القناه، واشوفكم مره جايه من قناه تشيرز جيمنج اكس واي. يلا